the signs of violence were coming from the air. They were not on the ground in Sana. At least that was my observation while I was there. الوضع الإنساني في اليمن دخل مرحلة حرجة مع تفاقم معاناة ملايين اليمنيين الذين يقف أكثرهم على حافة المجاعة مع استمرار الحرب وتعثر مفاوضات السلام والحصار المفروض على اليمن أرضاً وبراً وبحراً وبفضل صادرات الأسلحة الغربية. الوضع الإنساني الكارثي كان متواجد قبل الحرب والآن تفاقم بشكل مش طبيعي. أصبح وضع الناس لا يحتمل. الوضع المعيشي، الوضع القصف، يعني الظروف صعبة جداً. للأسف الدور الدولي إلى حد الآن لم يكن بالشكل الجدي المطلوب فعلا لوقف الحرب. هناك يعني 19 دولة موقعة على اتفاقية تجارة السلاح لا تزال تدعم السعودية بإيصال السلاح، وهناك دول تدعم أيضا الميليشيات المتواجدة بطريقة غير قانونية وتوصل لهم السلاح. المجتمع الدولي الذي يقدم بسخاء أسلحة إلى السعودية بيد، فإنه يبدو شحيحاً في تقديم المساعدات باليد الأخرى. أعتقد أيضاً دول الاتحاد الأوروبي أخلاقياً يجب أن يكون هناك لديها التزام تجاه اليمن. هناك أزمة إنسانية نعيشها، كمية المساعدات التي تصل إلى اليمن لا تفي بأي احتياجات. نحن أمام أسوأ كارثة إنسانية تعيشها بلد من البلدان. حل هذه الأزمة الإنسانية الكارثية يتوقف على إجراءات فورية تتخذها القوى الكبرى وخاصة أمريكا وبريطانيا. If the Great Britain and United States actually just stand up and say, okay, enough, we're not going to supply with any more arms, you know, and if they build a coalition around it, Saudi Arabia will not be able to do anything. But because we're giving them whatever they want, Saudi Arabia is having a blank check to go and do whatever they need to do in Yemen, and that is not right. الكارثة الإنسانية في اليمن أشاح المجتمع الدولي ببصره عنها وحوله نحو صفقات الأسلحة التي يسيل لها لعاب تجار الحروب ومصاصو دماء الشعوب. الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بشكل متسارع وسط صمت مطبق من لدن المجتمع الدولي، وما دفع المتحدثون في هذه الندوة إلى مطالبة هذا المجتمع بتدخل عاجل لإنقاذ البلاد من كارثة تكاد أن تلحق بها. سهر عربي للبحرين اليوم من ندوة تقوية الاستجابة الإنسانية لليمن في العاصمة البريطانية لندن.